كلمنا عن الاجيال الذهبيه للنادي الاهلي. احنا معانا على التليفون كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك يا كابتن, اهلا بيك. صباح الفل يا حبيبي, صباح الفل عليكم. الى اي درجه حضرتك مستمتع وانت بتتابع معانا انجازاتكم وانجازات الـ يعني الاجيال المختلفه الحقيقه للنادي الاهلي؟ والاستاذ محمد ايه متحمس حماس يعني. ازيك يا استاذ محمد؟ صباح الخير. ربنا يخليك, احرف ما انجبت الكره المصريه. يا رب يخليك. يعني احنا كنا بنستمتع استاذنا, وان شاء الله خير يعني. احنا متفائلين كلنا ان شاء الله. توقعات حضرتك ان شاء الله, ان شاء الله التاسعة يا اهلي. التاسعة يا اهلي ان شاء الله. ان شاء الله ماتش صعب جدا جدا جدا. فرقتين حلوين, فرقتين. المره دي انا حضرت, كان ليا شرف ان انا لعبت ماتش في السوبر الافريقي اللي كان في يوهانسبرج. الاجواء ما كانتش زي دلوقتي بصراحه. بمعنى ايه؟ بمعنى ما كانش فيه السوشيال ميديا الكبيره دي للاعداد للماتش. يعني شايف اهميه الماتش بالنسبه للجمهور وبالنسبه للوطن العربي كله. طبعا حاجه كبيره قوي قوي قوي, حاجه تشرف مصر يعني بصراحه. صحيح. يمكن على ايامنا ما كان, كان 93 94 ما كانش لسه الدنيا زي دلوقتي كده. زائد ان كان ماتش بعيد قوي في يوهانسبرج, وكان لسه جنوب افريقيا راجعه, والدنيا ما كانتش زي دلوقتي. انما الماتش النهارده المره دي على ملعبنا مصر ضد القاهره الدولية وبين فرقتين كبرى. بس ان شاء الله باذن الله الاهلي هيعمل ماتش كويس, هيكسب ان شاء الله. اللي هيمسك نص الملعب كابتن المره دي هو اللي هياخد الماتش ان شاء الله. يا مسهل الحال ان شاء الله خير باذن الله. يا رب يا حبيبي, يا رب. عايز تقول حاجه محمد صادق؟ عايز كابتن, انا بحب كابتن احمد عبد الجليل. لعيب مخلص, لعيب جميل, وكان بينزل يعمل الفرق. خط نص ده حد تاخد منه, تاخدش منه كوره. جميل, بيمتعك. احنا جمهور بنحب الكوره الحلوه اللي احنا مفتقدينها دلوقتي مش زي الاول. يا كابتن عبد الجليل, عايز اسال كابتن عبد الجليل, حضرتك طبعا شفت انديه كتيره ويعني مارست اللعبه في اكتر من نادي, وكمدير كفني كلعيب. ايه الفرق بين النادي الاهلي واي نادي, كل ما احترم لكل الانديه الاخرى؟ راحة دايما دايما اقول الكلمه, مش عارف انت خدت الكلمه دي من على لساني. ايوه. لا بجد والله, انا دايما اقولها, النادي الاهلي في حته ثانيه بجد يعني. الدنيا الشمس بتبقى طالعه, ما ينفعش ما اقولش في الدنيا طالعه, الشمس مش طالعه بجد والله يعني. عارف بص البلاغه في التعبير, ابن النادي الاهلي. ابن النادي الاهلي دايما طالعه وفي حته ثانيه يعني. اختصر الحدوته في الكلمتين دول الحقيقه. لعيب تاريخي طبعا, رجعوا التاريخ وشوف. دي امانه انا بقولها دايما يعني. النادي الاهلي كمنظومه, كاداره, كلعيبه, كجمهور, كاوضه لبس, كممر جوه اوضه اللبس, الحاجات دي انا عشرتها وشفتها. انا عديت في انديه كتير. لا النادي الاهلي تحس ان انت محترف بره بجد. انا مش بتكلم الكلام ده عشان انا اهلاوي, انا لعبت في الاهلي, لعبت في الزمالك, لعبت مش عارف فين. الاهلي لا ليه طعم تاني زي ما بيقولوا. ربنا يوفقنا ان شاء الله. يا رب. طيب كابتن محمد, انا بصبح على حضرتك, مش هطول. صباح الخير على حضرتك. انا عندي حاجتين بس عايزه سريعا اروح ليهم. الحاجه الثانيه هبدا بالثانيه, هتنورنا امتى في 10 الصبح؟ ايوه. محتاجين حضرتك تنورنا, هيبقى شرف لينا حقيقي. ده شرف ليا بجد. متألقين. ربنا يخلي حضرتك. والحاجه الاولى سريعا, انا من وجهه نظر حضرتك يعني اتكلمت على من اللي هيمسك او هيسيطر على خط الوسط, ربما تكون فرصه افضل. ولكن برضو من وجهه نظر حضرتك, هل احنا بنتكلم ان الضغط في الدقايق الاولى برضو ده ممكن يكون لمصلحتنا؟ يعني هنا الفكره ان احنا نضغط زي ما عملنا في الماتشات اللي فاتت وحققنا فيها فعلا انتصار كويس. برضو سريعا يا كابتن محمد, اتفضل. هي دي حقيقه فعلا. انا شايف ان الاهلي لما بيضغط في اول ربع ساعه وبيخلص الماتش. صح. دي مهمه جدا يعني. الاهلي دايما الحته عنده حته الضغط دي, وحته اول ربع ساعه دي لو خلص الماتش فيها جون او اثنين ممكن يخلص. لو طولت شويه جس النبض بين الفرقتين الماتش هيبقى رايح وجاي شويه. صحيح. انما انا عارف ان الاهلي بينزل يخلص على طول وبيبقى ضاغط. الاهلي فيه مميزات كتيره قوي, والزمالك برده عنده مميزات. نص الملعب كويس, فراوده كويسين. احنا عندنا ميزه مش موجوده كتير عند حد, الروح. صح. روح الفنانه الحمراء دي مش اي حد بيعرفها, او مش اي حد بجد بجد بجد
احنا في اعوام كتيره كوجك والله 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 سيد يا فندم كنا مستوانا كان لعيبه كنا اقل من فرق كتير بس كنا بناخد الدوري وكاس افريقيا وكاس ليه؟ مش عشان لعيبه كتيره حريفه في الملعب او نمره واحد جمهورنا نمره اتنين روح الفانله الحمراء دي والله مش موجوده كتير صح اتفق مع يعني حضرتك دي ده السر بتاع نجاح النادي الاهلي اتفق مع حضرتك نورتنا كابتن محمد شكرا للمكالمه الغاليه دي كابتن محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق ويمكن كمان بقى انا هزود هنا كمان روح النادي الاهلي دي كمان مش بس في النادي دي في القناه والله يعني بجد والله العظيم ده كمان ظاهر هنا او عندنا في مدينه الانتاج يعني في القناه الروح يعني زي ما بنقول كده الكيان الكل تحتيه ف